وجودك في إيران يعني واطلاعك على الوضع في إيران، هل تعتقد أن ولاية الفقيه المطبقة في إيران من الممكن أن تطبق في العراق؟ ولاية الفقيه ولاية عامة ويعمل بها في كثير من الأنظمة الإسلامية، لكن هل أنه يمكن تطبيقها في العراق أو لا يمكن تطبيقها في العراق، هذا شيء عائد للشعب العراقي هو الذي يحدده.